اهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. فيلم رعب جديد في 2019 هو سكيري ستوريز تو تيل ان ذا دارك. الفيلم من اخراج اندري اوفردال ومن كتابة الفين شورتس، وهو كاتب عامل كتاب هي حكايات مرعبة ولكن هي من قصص فولكلورية مشهورة، فهو عاملها برسومات معينة مرعبة. طبعا اتغيرت الرسومات دي في الفيلم بتاعنا، وهي القصص الفولكلورية يعني قصص شعبية مشهورة مرعبة موجودة في الأنحاء المختلفة، زي مثلا عندنا ما نسمع عن قصة مش عارف أم رجل مسلوخة والقصص المرعبة اللي احنا عارفينها دي. وهنا بقى الفيلم بتاعنا من إنتاج ومن كتابة ديل تورو، المخرج والكاتب والمنتج الشهير الأوسكاري اللي قدم للسينما أفلام مهمة جدا وأفلام كتيرة، ومشهور بالكائنات الغريبة بتاعته والوحوش وعالم الوحوش، حتى انهم مسمينه يعني ايه كينج اوف مونسترز، وبيرتبوا الوحوش بتاعته على حسب من الاكثر رعبا للاقل رعبا في مواقع مختلفة. ديل تورو قدم عدد من الافلام ومن اشهرها يعني بنتكلم مثلا في هيل بوي وبانز لابرنس والفيلم المرعب اللي هو كريمزون بيك، واشهر حاجة واللي حققت نجاح يعني رهيب في الاوسكار وعملت رقم من الارقام القياسية كان ذا شيب اوف ووتر. ذا شيب اوف ووتر فاز بعدد رهيب من الجوائز وترشح لعشرات الجوائز الاخرى، هو عمل رقم قياسي في موضوع الاوسكار، يعني هو في عدد الترشيحات هو مترتب رقم 12 على مستوى العالم في عدد الترشيحات، يعني مترشح ل 13 جايزة وفايز بأربعة منهم. فهنا ديل تورو بيقدم لنا بقى في فيلم رعب برضه وجبة متكاملة من الكائنات الغريبة بتاعته والشخصيات والعالم الوحوش اللي هو متميز بيه واللي مشهور بيه في فيلمنا النهاردة. الفيلم بيحكي من سنة 1968 في بنسلفانيا. ستيلا هي واحدة يعني كلهم مجموعة من المراهقين، وهي بتحب كتابة الرعب وفي نفس الوقت متأثرة بموضوع بقى القصور المهجورة والأماكن المهجورة، فبيخرجوا في ليلة الهالوين هي ومجموعة من الأصدقاء، وبيكون في واحد شخصية متنمرة بيحصل خناقة ما بينهم هي وأصدقائها وهو يعني، فبيبدأ يجري وراهم وبياخدوا صديقهم اللي هم استخبوا عنده في العربية واللي قابلوه بالصدفة وبقى من الشلة بتاعتهم اللي هو ريمون. تومي ميلنر هو البولي، هو بقى المتنمر اللي بيجري وراهم بقى بالعصاية وكده، فبيخش وراهم برضو القصر المهجور ده، القصر المهجور لعيلة عندهم بقى القصة المشهورة في عيلة اسمها ذا بيلوز فاميلي. المفروض ان القصة كانت بتقول ان في واحدة طفلة صغيرة اسمها سارة بيلوز هي شنقت نفسها جوه القصر المهجور، وفي بقى حكايات كتير عن البيت وكده، فهي ستيلا انها بتحب قصص الرعب فبتخش القصر وتقول لهم تعالوا معايا، وبيبدأوا يشوفوا حاجات غريبة جوه. ولكن اهم عنصر في الموضوع ان هم خدوا الكتاب اللي سارة بتقول، سارة اللي هي سارة بيلوز بتقول القصص اللي فيها قصص مرعبة معينة، خدوا الكتاب وخرجوا، ودي كانت أكبر غلطة عملوها. الكتاب بقى في أفلام رعب كتير بتعتمد على موضوع الكتب، يعني الكتاب بقى بيبقى فيه فصول معينة سواء بقى كلام عن الشياطين أو كده، لكن الكتاب ده بقى هو بيكتب نفسه. بمعنى إيه؟ إن هم بعد ما ستيلا خدت الكتاب بتاع سارة بيلوز اللي هي قلنا من عيلة بيلوز بقى اللي هي من 1800، عيلة قديمة وليها أسطورة معينة مرعبة، فهم خدوا الكتاب بتاع سارة، بدأت ستيلا تفتحه وتلاحظ ان في كلام بيبدأ يتكتب كل شوية، عنوان قصة، الكتاب بقى متقسم لقصص معينة وفي قصص لسه بتتكتب، يعني تقدر تقول ان سارة بتكتب قصص بتتنفذ على أرض الواقع لكل اللي دخلوا القصر من شباب المراهقين دول، وكانها عايز تقتلهم واحد ورا التاني. اول واحد نال نصيبه كان تومي ميلنر اللي هو المتنمر نفسه اللي كان بيجري وراهم، لقت ستيلا وهي بتفتح الكتاب لقت قصه بتتكتب فوق مكتوب هارولد، ويبدا الكلام يتكتب في القصه، كل واحد ليه قصه، يبدا القصص الكلام يتكتب ان هو هيتحول لخيال مآتة معين، كان في خيال مآتة هو دايما بيضربه في الفيلم بعصايه البيسبول وكده، ففي اما القصه اتكتبت اللي اتكتبت في الكتاب بخط مرعب كده بتتنفذ على ارض الواقع، ويبدا فعلا خيال المآتة يضرب تومي اللي كان بيضربه ويحوله هو الخيال المآتة، ودي كده اول واحد من المجموعه سواء الاصدقاء او المتنمر اللي كان بيتنمر عليهم ده، ادي اول واحد تم يعني ايه فقد. وبتكمل الحكايه بقى في كل شويه قصة جديدة بتتكتب كل واحدة بعنوان، يعني فتلاقي واحدة اسمها هارولد، واحدة اسمها ذا بيج تو، وهكذا بقى، وذا بيل ليدي،
وكل قصة بتبدأ تتكتب بسطور معينة بالدم كده في الكتاب، تتنفذ على شخصية معينة من اللي كانوا دخلوا القصر بتاع عائلة بيلوز. وبنشوف بقى ازاي الاحداث اتطورت وازاي هيقدروا يعني يحاولوا ينقذوا نفسهم من اخر قصتين اللي هتصيب ستيلا نفسها وريمون، وازاي بقى يقدروا يخرجوا من العالم ده، عالم سارة والقصص بتاعتها. من ناحية الرعب فالفيلم فعلا مرعب، والفيلم جميل جدا، والكائنات طبعا متصممة باحترافية، والوحوش عموما في زي ما احنا عارفين في عالم ديلتورو بنشوفها هنا متغيرة عن الكتاب الاصلي زي ما قلنا الفلكلوري، الاشكال بقى متغيرة، في صور معينة تبقى في الكتاب ده هو عامل الكائنات متاخدة منها. اكتر شخصية عجبتني اللي هي زابيل ليدي، شكلها كان مفزع جدا في الفيلم، وبرضه خيال المآتة نفسه كان مرعب. عدد من الافلام يعني بيعتمد على موضوع الكتب ده، سواء بقى رعب او رعب كوميدي زي مثلا فيلم ايفل ديد او جوز بامبس، او عدد كبير من الافلام شفناه فكرة الكتاب، وان الفيلم كله هيعتمد بقى على فكرة ان الكتاب والقصص اللي فيه هي اللي مبنية عليها الاحداث المرعبة. فيلم كمان فيه بعض العناصر كده السياسية، كل شوية بتشوف خطبة لنيكسون وكلام عن حرب فيتنام، وما تبعتوش ولادكم لفيتنام بتلقوا بيهم للتهلكة وهتموتوهم على الفاضي، ودي حرب ملناش دعوة بيها. ففي بعض اللمحات السياسية اللي هتشوفها برضو جوه الفيلم. الفيلم عشان مبني على حكايات فلكلورية، فهتشوف جوه الفيلم الشخصيات نفسها بتتكلم عن القصص دي، يعني تقول له ما تاكلش من الاكل اللي عندك هيحصل لك قصة ذا بيك تو، مش عارف يقول لها ايه ده، القصه دي كان مثلا ابويا بيحكيها لي وانا صغير ومش عارف ايه، لان هو مبني على قصص فلكلوريه. فهتشوف كلامهم جوه الفيلم نفسه عن موضوع القصص وانها كانت بتتحكي لهم مثلا وهم صغيرين. الفيلم مرعب فعلا سواء جوه القصر او بره القصر، او المشاهد الاخيره من الفيلم يعني في احداث مهمه، وفي المشهد لما دخلوا المستشفى وراحوا برضو اما ظهرت البيل ليدي، وكل شويه بقى صديق منهم بيختفي، فهم او واحده منهم دخلت المصحه، فهم بيحاولوا بقى يعني ستيلا بتحاول توقف الاحداث لحد هنا، وان ما يختفيش حد تاني او تحاول ترجع المفقودين. فهنشوف ايه اللي هيحصل في النهايه وهل هتنجح ولا لا. ودي كانت حلقتنا النهارده عن فيلم سكيري ستوريز تو تيل ان ذا دارك، ويا رب الحلقة تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات الجاية. مع السلامة.